إذا أعطيناك ورقة وقلم لتكتب رسالة لشخص وتقول له شيء لأول مرة بتقوله، مين بتختار وشو بتكتب له؟ نزلنا على الشارع لنسأل الناس هذا السؤال، كيف كانت الأجوبة؟ خلونا نشوف سوا. بختار الوالدة أول شيء وبقول له إنه أنا هلأ مريض وتدعي لي بقبرة. سلامة قلبك، شو بك؟ عندي كانسر بالبروستاتا بس هلأ صرت منيح. رسالة لبنت بحبها هلأ، هي بحياتي بعشقها كثير. الله يخلي لي إياها ويجمعنا سوا. وعدها هلا على الهواء قد ايه بتعطيها؟ قد ايه وقت تقريبا لحتى تكونوا سوا؟ سنه باذن الله. سنه ان شاء الله بنكون سوا. انت حطيت على حالك يعني سنه. لا سنه صلي، عم بحكيك كلمه زلمه. لهالنواب وهالوزراء بس اتقوا ربكم بس. هاي اكثر شيء بقلن، ما مخليني شيء بهالبلد. بختار اختي وبقول لها انه انا بحبك كثير وسامحيني. سامحيني؟ ما بتحكوا مع بعض هلا؟ لا غلطت انا بحقها. ماما امي شو بتقولي لها؟ بقول لها انه انت نصحتيني وانا ما قبلت نصيحتك، بعتذر منك بكثير. اسفي يا ماما، اسفي وكثير، لأنه وقت اللي الأم بتنصح أولادها ما بيعرفوا قيمتها إلا بس يحبلوا ويخلفوا، هي إذا عرفوا قيمتها. الأم هي كل شيء لأمي. شو خسرتك إنك ما رديتي على نصيحتها؟ صرت نام هون. أول شيء بقول لأمي أهم شيء بالدنيا كلها الله يخلي لي إياكي. أهي ليالي أزوني، الله يسامحكم، في الله شايفكم بكل شيء وما حيترك حدا مظلوم. مين أزاكي طيب؟ حدا قريب منك؟ إيه. أنا ممكن أختار ماما، يعني لأن هي نمبر 1 في حياتي وهي شخصية مؤثرة. شو بتقولي لها أول مرة؟ شو بتقولي لها إياها هلا؟ أقول لها أنت شخصية قد كده مكافحة، أنت مرأة حديدية، بس إحنا بنعرف قد إيه بتكون أمرار أو ساعات حزينة بس مش بتبين كده، عشان كده بقول لها انت سوبر وومن، بتخبي كل التراجيدي وكل الحزن اللي في عينيك عشان تبين لنا دايما الافضل ونكون اقوياء. يعني بختار للاصحاب اللي بيوقفوا حد وقت الازمات اللي كان بدي حدا يوقف حد فيها. مش كيف؟ شو بتقول لهم؟ بقول لهم شو بدي اقول لهم؟ في شيء ينقال يا خيي، في شيء ينقال الا مسبي صراحه، بس بدناش نسب.